السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفا تيتوريال. حلقة النهاردة هنشرح فيها عن ميزة من مميزات الكيوبيس اللي تخليك تقدر تعيد ترتيب أغانيك بالكامل، اللي تخليك تقدر تعمل ريميكس الأغنية بمنتهى السهولة، وتقدر كمان تعمل هياكل مختلفة وأشكال مختلفة من المزيكا بتاعتك وبضغطة زرار واحد. الميزة دي بالرغم من أنها مفيدة لكن ناس كتيرة ما تكلموش عليها، وزي ما تعودنا مع بعض أني هعرفك كل حاجة تخص الكيوبيس بطريقة شرح سهلة وبسيطة، والأهم من كده أن لما همسك جزء أشرحه مش هسيب فيه أي نقطة من غير ما أتكلم عليها. كمان أنا متأكد أن ناس كتيرة من مستخدمين الكيوبيس ما يعرفوش الميزة دي ولا حتى يعرفوا أنها موجودة. الميزة دي هي الأرينجر تراك. طيب إيه خلينا محتاجين الميزة بتاعت الأرينجر تراك دي؟ مين فينا وهو بيألف المزيكا ما كانش محتاج إن هو يغير في جزء معين من الشغل بتاعه؟ أنا مثلا هنا الجزء ده الكورس ده أنا كنت عايز أعيده مرتين، عايز أخد منه بس نصه وأحطه في مكان تاني. الميزة دي هتقدر تخلينا نعمل ده بمنتهى السهولة. عشان أقدر أعمل الأرينجر تراك باجي هنا روز بلس وأقول له أفتح دي وأقول له أرينجر تراك، أو إني بدوس حرف T على الكيبورد بيفتح لي وأقول له Arranger Track. Add Track. قدامي Arranger Track بقى موجود. طلعه فوق كده شوية. بعد ما عملنا Arranger Track تعالوا نسمع المزيكا اللي معانا عاملة زي الأول عشان نشوف هنقدر نعمل منها إيه. دي المزيكا اللي معنا زي ما احنا شايفين هي مزيكا لطيفة، ولكن تحس ان هم محطوطين جنب بعض، لسه ما تسمعها ما تحسش ان ده عمل موسيقي مترتب صح. ممكن اكون انا عايز احط الكورس اكرر الكورس مرتين، الفيرس بعد السولو اروح اعمله تاني، البريك داون اجي احطه في النص وهكذا. تعال نشوف نقدر نعمل ايه من هنا. هجيب القلم بتاعي وابتدي اعمل اقسام او اجزاء. هنيجي مثلا نقول له هنا ده القسم الأولاني والقسم الثاني أهو، ناخد الجزء اللي هو فيه الفويسنج ده، وبعدين نجي ناخد الجزء الثاني ونيجي هنا ناخد ده نعمله مع بعض ونعمل ده مع بعض. تعالوا بقى نسمي الأقسام بتاعتنا، ده هنسميه انترو، الجزء ده هنسميه فيرس 1، وده هنسميه فيرس 2، والجزء اللي فيه البرس ده ممكن نسميه سولو، الجزء الأخير اللي فيه السترينج البيتزا كاتو السترينجز ممكن نسميه بريك داون. بس لما كتبت الأقسام وأنا واقف على رينجر تراك ظهرت لي على الشمال هنا انترو فيرس 1 فيرس 2 سولو بريك داون. عشان نقدر نشغل الرينجر تراك هنيجي على حرف الإي اللي هنا ده ونفتح، هنلاقي الأقسام اللي احنا عملناها. هنا مثلا أنا عايز أخلي الانترو، هسحب الانترو وارمي. هنا بيقول لي عايز تكرره كم مرة، واحد ممكن نخلي اتنين
ده مجرد للمعرفة. أنا دلوقتي هخلي الانترو مؤقتا واحد قبل ما نرتب الأقسام. تعال نشوف مثلا أنا عايز أقوله شغال لي فيرس 2، هاجي عند فيرس 2 أقوله بلاي. انا اتعمدت ان انا ادوس وهو شغال، استنى لما اخلص الجزء اللي كنت شغال عليه اللي هو فيرس 2 وبعدين بعد ما اخلصه راح رايح للانترو. فدي طبعا ميزه محترمه. هنا مثلا انا هخلي الانترو يتلعب الاول وبعد الانترو عايز احط فيرس 1 بعدي فيرس 2 ممكن بعدي احط سولو ممكن بعدي بريك داون ممكن نطلع البريك داون نخليه قبل السولو ونرجع بعد كده نحط فيرس 2 بريك داون مثلا سولو تاني. تعال نشوف كده الترتيب اللي احنا عملناه ده ايه. لو خدنا بالنا هنا ان عشان نأكتف الارنجر تراك مود لازم نكون مفعلين دي، لو قفلناها مش هيعمل حاجه، لما نبقى مفعلينها بتتفعل اوتوماتيك فيه في الجزء ده. تعالوا كده نشغل. قبل ما نشغل شوف الديريشن المدة بتاعته وصلنا لدقيقة 44. طب انا مثلا عايز اخلي ده يقعد 3 دقايق، هاجي مثلا فيرس 1 هنا بعد الانترو نقول له اعمله لي مرتين، فيرس 2 مرتين، ومثلا بريك داون مرتين، بريك داون هنا نخليه مرتين. شوف ايه اللي حصل، وصلنا من دقيقة إلى دقيقتين واثنين وثلاثين. يعني بالتالي نقدر إن إحنا نخلي الريميكس اللي إحنا بنعمله زي ما إحنا عايزين في المدة. لو جينا بصينا على الزرار ده بيقول لي الأرينجر تشين 1. لو أنا عايز أعمل شكل تاني لو قلت له ضيف لي واحد هنا هاجي على البلس وأدوس، لو قلت له ضيف لي واحد تاني هاجي هنا أقول له دوبليكيت كانت تشين، عمل لي دوبليكيت على الأولين. ممكن هنا بقى أجي كمان هنا في السولو عايز أزودها شوية خليه مرتين. شوف آخر حاجة وصلناها هنا 2:32 دقيقتين واثنين وثلاثين ثانية، كده بقى 2:43. أنا مثلا أنت جاي لك إعلان، هي حتة المزيكة دي اللي أنت عايز تحطها في الإعلان، طيب مطلوب منك الإعلان 3 دقايق. بالشكل ده تقدر أن أنت تعمل الإعلان زي ما أنت عايز. ممكن هنا مثلا بعد السولو أروح جايب بريك داون تاني بقينا 3 دقايق و4 ثواني، وصلنا للي احنا عايزين. حاجة تانية تخلينا نستخدم ده، انا مثلا قاعد معايا عميل وبعد ما عملت له الغنوة بتاعته او المزيكة بتاعته لقيت العميل بيقول لي طيب هنا انا كنت عايز الجزء بتاع الفوكال ده يتعمل مرتين مش مرة واحدة زي ما انت عامله، وبعدين بعدي السولو وبعد السولو عايز اخد حتة البريدج ده، عايز البريدج ده اخده اجيبه بعد يوم وبعدين ارجع على السولو تاني. طبعا انت ممكن يجي لك هلع وذهول من حاجه زي دي، يبقى السهل ان احنا نعمل ايه؟ لو استخدمنا الطريقه دي هيكون الموضوع سهل. تعال هنا الفلاتين تشين وهي دي اهم جزء في حلقه النهارده، هنيجي عند الترس بتاعه ويندوز بيقول السورس كارت تشين. تمام كارت تشين اوكي، عايز تعمله في نفس البروجكت ولا في بروجكت تاني؟ هنقول له دلوقتي في نفس البروجكت. هيقول لك تخلي الارينجر تراك، هنقول له انا عن نفسي هقول له خليه رنيم ارينجر ايفنت. لا تقدر تغير في كل الاوبشن ده زي ما انت عايز، ونروح دايسين فلاتين شين. بص اللي حصل، عمل لي البروجكت بتاعي زي ما انا كتب من الجزء الصغير اللي كنا شايفينه على خلاه لي كل المده دي. تعالوا نعمل كنترول سيت نرجع زي ما كنا، نروح جايبين هنا تاني. تعال نسمع الدنيا هتبقى عاملة ازاي. في الفيرجن ده احنا قلنا انه الفيرس يتعمل مرتين، الفيرس واحد يتعمل مرتين. نسمع هذا الفيرس الاولاني، وادي المرة الثانية، فيرس 2، خلي هنا البريك داون 1، ممكن مثلا عايز اخلي البريك داون ده يجي بعد الانترو على طول قبل الفيرسات.
تعالوا نشوف كده. واحد عشان مدة الفيديو. تعالوا نشوف كده. هذه المرة الثانية اروح رايح منها على السولو. فيرس 2 بعديها البريك داون. انا طبعا بسرع عشان نقدر نقلل مدة الفيديو بقدر الامكان. كده نكون شرحنا الارينجر تراك. عايز قبل ما اقفل الحلقه معاك واقول لكم حاجه، الطريقه القديمه اللي كنا بنستخدمها اللي هو مثلا عايز اعيد الجزء ده هنا اروح ماسك دول مثلا، عايز احط اغنقل مكانهم اروح جايبهم هنا افضل بقى احاسب واحط في مزونه كاب. طبعا دي طريقه شغاله مضمونه تمام التمام، ولكن احنا عايزين نسهل على نفسنا في الامور. لو عجبتك الحلقه ما تبخلش عليا بلايك وشير الفيديو مع أكبر عدد من صحابك عشان كلنا نستفيد مع بعض. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.